إهمال من الطلبة أم إخفاق في العملية التعليمية؟ في سابقة ربما تكون هي الأولى من نوعها، رسوب جماعي لطلاب الثانوية العامة بشقيها العلمي والأدبي. في ثانوية مديرية رخي الواقعة غرب محافظة حضرموت، سقط جميع الطلبة في امتحانات نيل الشهادة الثانوية، وهو ما حول الموضوع إلى قضية رأي عام في المديرية شغلت المجتمع المحلي في المحافظة التي تعد من المحافظات النموذجية في التعليم. احتجوا احتجاج أمام بوابة الثانوية يوم الاختبار بعدم الدخول لقاعات الاختبار، والسبب كان يعني الحجج التي تقدموا بها أنها حجج غير مقنعة وغير مرضية وغير قانونية وغير شرعية في نفس الوقت. عشرات الطلبة لم ينجحوا في امتحانات الثانوية لأسباب غير قانونية، أبرزها الاحتجاج ضد مراقب الامتحانات بذريعة التشديد داخل القاعات، كما طالبوا بتخفيف الضغط حتى يتمكن الطلبة من اجتياز اختبار مادة الفيزياء لأنهم لم يتمكنوا من إكمال دراستها بحسب قولهم. مدرس مادة الفيزياء كان له رأي آخر. بالنسبة لمادة الفيزياء استلمناها العام الماضي كمدرسين فيها، وعدينا خطة دراسية للعام الدراسي وتم إكماله وبحسب المقرر، وتم إكماله كان ذلك قبل أسبوع من نهاية العام الدراسي. قبلها أثناء هذه الفترة التي كملنا المنهج من خلالها أعطينا المجال للطلبة لطرح أسئلتهم عن أي سؤال خلال إقامتنا خلال الثانوية أثناء تأديتنا لامتحانات النقل. بالنسبة لضغط المنهج كان نتيجة الأوضاع التي تمر بها البلاد مثل الإضرابات التي حصلت في العام الدراسي نتيجة مطالبة المعلمين بحقوقهم. ثانيا واجهنا عدة إشكالات مثل تسرب عدد كبير من الطلاب خلال الفصل الدراسي الثاني، حيث يكون المعلم لا يملك أي صلاحية في هذا المجال سواء كان صلاحية تقييمية أو ما إلى ذلك. مجموعة من الطلبة المتفوقين خسروا عاما من مسيرتهم التعليمية ليصبحوا ضحية هذا الاحتجاج بعد جهد سنة كاملة من المثابرة، لكنهم لم يستطيعوا إيجاد حلول لهذه المشكلة التي أرقتهم وعرضتهم لهذه الخسارة. فقضية الاختبار التي حصلت هي بدايتها بسبب الإضراب التي حصل للعام الماضي، مما أدى إلى بعض الطلاب حصل لهم ضغوطات في التدريس، والبعض الآخر حدثت لهم لأنهم ما يريدون، لأن المراقبين كانوا مشددين معهم كالتعاملات القاسية داخل الصف، وهذا ونريد نحث أولياء الأمور أن يقوموا في هذه القضية، وأنها قضية لا نطالب فيها بأي غش مما يدعونه بعض الأقاويل، هذا كلام باطل. إدارة الثانوية تقول أنها عملت جاهدة لإكمال تدريس كل المناهج التعليمية المقررة، كما أنها تبذل جهودا كبيرة في محاربة جميع أشكال الغش داخل المدرسة لتبني جيلا متعلما وتنأى بالعملية التعليمية بعيدا عنها. حداد مساعد، قناة بلقيس، من مديرية رخية بحضرموت.